بتحبيها. ممكن تلبسي لبسه حلوه جدا زي كده. تفضلي شال زيك. اهلا وسهلا. تفضلي. اكيد سمعتينا واحنا بنحكي عن التنوع الثقافي وكيف احيانا بنقدر نقتبس شوية أشياء من ثقافات مختلفة وندمجها ونطلع بشيء جديد وحلو. طبعاً أول شيء صباح الخير. صباح الخير. صباحك. وكتير مبسوطة بحديثي معكم عن هذا الموضوع بالضبط، لأنه هاي الشغلة كتير أثرت علي بشغلي أنا. هلأ أنا جاي من سوريا تقريباً صلي شي 7 سنين بدبي، وحسيت قديش حياة المغترب بدبي بالذات، يعني اوكي في ناس تتغرب على دول اوروبيه، في ناس تتغرب على دول عربيه، مثلا لنقول ان كان بسوريا طلع على الاردن او حتى اللي راح على لبنان، بس اللي اجى على دول الخليج بالذات دبي اللي هي لام يعني ثقافات مختلفه، 200 جنسيه، 200 جنسيه، ثقافات مختلفه، ديانات مختلفه، حتى معتقدات، عادات، تقاليد، كلياتها هي بتأثر علينا، بتضيف لشخصيتنا، بتضيف لحتى للإبداع تبعنا. يعني أنا التصميم عندي، أنا مصممة أزياء، والتصميم عندي كان بالبداية عن موهبة وخبرة، وبعدين يعني بلشت هلأ عم بتقنه كدراسة. وحسيت هذا الشيء بموضوع التنوع الثقافي اللي هلا كنتوا عم تحكوا عنه، لما مرق تقريبا علي شيء سنتين وانا قاعده بدبي، كان انك تتعرفي على ناس من جنسيات ثانيه. مثلا اذا بدنا ننبعد شوي عن الخليجي، عن الناس الوافده الموجوده هون بالبلد، اول شغله لما تضيفي تاتش غربي على شغلك من عن طريق مثلا مثلا الفلبين، عندك الهنود، عندك الهنود شاطرين كثير بالتطريز، صحيح. مثلا عندك حتى الفلابنه عندهم ابداع بالقص، يعني كل سبحان الله حتى كل جنسيه عندها موهبه خاصه، عندها موهبه خاصه فيها. هاي الشغلات بتضيف لك، يعني بتغير لك حتى طريقه منهم افكار، غير انك تستوحي حتى طريقه تعاملك. يعني مثلا نحن عندنا بسوريا تطريز مختلف، ثقافته مختلفه تماما عن الهند، مع انه بنوصل لنتيجه واحده، يعني ممكن يطلع عندنا الشكل واحد، بس الـ عندك بالهند بيكون التطريز غير، وعندك نحن بسوريا بيكون يعني طريقه التطريز غير تماما. صحيح. على قصه المقص اللي حكيتيه فاطمه، من يعني من اول ما وعيت على الدنيا وانا بشوف المقص ميد ان انديا، يعني المقص الهندي بالتحديد هو احسن مقص لقص الاقمشه، سواء الاقمشه الرجاليه او النسائيه. بس انا بدي اسالك اليوم عن غير التنوع الثقافي، نحن شفنا انه احيانا في ثقافه شعب معين بتصميم ستايل معين، بس بيضاف عليها نوع من انواع الملابس الاخرى من جنسيات اخرى، مثلا القفطان المغربي اخذ مثلا تصميم الديزاين التونسي من هون، اخذ شويه فتحه مثلا الجلباب مثلا شامي او كذا الى اخره. هاي قد ايه غيرت وقد ايه يعني اخذوا عليها انطباع الناس؟ سبحان الله، حتى القفطان المغربي تطور عبر الزمن، يعني اذا هو على فكره من زمن الاشوريين، اذا بترجع لتاريخ القفطان المغربي هو من زمن الاشوريين. حتى اذا بتشوف كيف تطور القفطان، بالبدايه كان للرجال مش للحريم، يعني كانت الرجال هي تلبس القفطان، بعدين انتقل للحريم لما عندك بالجزائر، بعدين بالمغرب العربي. بس انا بعتبر المغرب اكثر شيء تفوقت بالقفطان، لانه قدرت تعمل ميكس كثير حلو بين الغربي والشرقي، وقدرت تحافظ عليه انه هو يستمر لحد ويكون له ويكون طابع، يعني يكون طابع المغربي واضح كثير بالقفطان. مع انه مثلا بتونس بيلبسوا قفطان، بالجزائر يلبسون قفطان، بس القفطان المغربي كان متفوق لانه قدر يدمج وتفوق بزياده، انا بعتبره تطور بزياده، وكان يعني باحلى صوره له لما صار هون لما دخل على الخليج. بالخليج عندك الزي الخليجي كثير كثير إليجانت، وكثير بيعطي غير انه فيه ستره وفيه نعومه، لما اندمج مع القفطان المغربي يعني ضف له هويه كثير حلوه. حتى على فكره صارت كثير يعني ديزاينات عم نشوفها
مدموجة بين الفستان والقفطان. عندك يعني حق. وكمان بنشوف حاجات تانية، دعاء ونوار، إذا شفتوا الموضة بتاعت زمان بدأت ترجع تاني. مزبوط. عندنا حاجات جميلة، يعني مثلا الجيب اللي هي المنفوشة بتاعت زمان، حتى القصات الفساتين. هلا كتير في قصات قفطان مغربي على قصة السندريلا على فكرة، جاي كلوش كتير بتكون من تحت. مفروض. ايه يعني من هيك انا عم قلك، لما تكوني انت مثلا، انا جاي بثقافتي الام من سوريا وجيت على الخليج، دمجت بين ثقافتي انا بالاصل اللي جايبتها معي من سوريا وبين ثقافه الخليج، وعملت مش بس في الملابس يا فاطمه، حتى كمان بنشوف المفارش. الله على مفارش سوريا والتطريز اللي فيها. ايه التطريز هلا مثلا احنا كثير عنا، ايه عنا التطريز كثير حلو. يعني هلا شغل الامبرودري اللي بيجي شك الستونز الكريستال، كثير الهنود متفوقين فيها، بس اذا جيتي للتطريز اليدوي سوريا نمبر 1. سوريا نمبر 1. وعندك المغرب كمان كثير حلو، والحلو يعني انا عندي اطلاع كثير كبير على الثقافه المغربيه بموضوع الفساتين والقفطين، طبعا بحكم شغلي يعني. هاي شغله كثير حلوه صارت بالنسبه لي، اني انا قدراني ادمج بين الغرب والشرق يعني، حتى بموضوع الفساتين. ده اللي بيحصل معانا هنا، عارفه يعني كل واحد ثقافه مختلفه من جنسيه مختلفه، بنكمل بعض احنا هنا كزمايل. حتى بتحسوا ده انتوا يا امجد؟ صح صحيح. يعني كل واحد بيعطي معلومه من عنده. بعتقد انه كمان شفنا شغلات وفلسطين، كوني انا من فلسطين يعني شفت انه الثوب الفلسطيني تم اخذ يعني كثير من التفاصيل فيه، خاصه اللون الاسود مع الاحمر، وخاصه وكمان الاردن بدي اشمل الاردن كمان. يعني ثوب الاردنيين قريب على ثوبنا، لانه احنا اصلا يعني عرق واحد، ولكن كمان لقينا انه تم استغلال هاي التفاصيل الجميله ونوعيه التطريز على فساتين. هذا الشيء غريب، نحن ما بنسمي الثوب فستان، نحن بنسمي الثوب ثوب بس. ثوب الفلسطيني الثوب. هلا في شغله حلوه كثير، فكره مهمه انك تدمجي بين الغرب والشرق على فكره. اذا بتطلعي برات نطار الوطن العربي، لنحكي مثلا بشكل عام، اذا كان مصممين عالميين نجحوا وضرب اسمهم بالعالي، بتلاقي انه ثقافتهم هي غربيه وشرقيه. يعني في كثير مصممين لبنانيين وصلوا للعالميه بسبب هذا الشيء. لما تدمجي، الدمج بيطلع لك دائما شيء مختلف، شيء جديد، شيء ما انه بيور، مع انه احيانا نحن بنحتاج للبيور. يعني ممكن تحتاجين للبيور، بس سبحان الله بالعمر وبالزمن يعني بتقدم كل شيء بالحياه. عارفه ايه اللي بيقعوا فيه كمشكله؟ هو عدم مثلا بعض المصممين، مش كلهم، ان هو يلتزم بعادات وتقاليد البلد. يعني روح غربي بس مش للاكستريم. اي مزبوط. يعني هلا انا بعتبر لو كانت انطلاقتي من سوريا مش من دبي، راح يكون يعني عندي محدودية بطرحي للمنتج اللي أنا عندي. بس بما أني انطلقت من دبي، مثل ما قلتي، فيني حافظ على العادات والتقاليد. وحتى مثلا هنا بفساتينهم هون، عندك مثلا يعني سكان البلد ما بيحبوا كتير الأشياء المفتوحة بالفساتين. لا، يحبوا أنه يكون الفستان مستور بس إليغانت ويكون تقيل ايه. لا، فهي الشغله اثرت على فكره كمان كثير فيني، انك انت تكوني عم تلبسي شيء، انك تعطي للزبونه او تقدمي شيء او تقدمي قطعه ترضيها، وبنفس الوقت تكون ذوقها قريب من قد ايه. التنوع الثقافي بالضبط قدر يمكن يوسع خيال المصمم، يخليه اكثر قدره على انه يبتكر قصص جديده وتناسب كل الاذواق. بس هل هذا الشيء بتتبعوه مع كل الاعمار، او سواء كنت عم تصممي لصبيه لعرسها، او لصبيه لمناسبات عاديه، او حتى للصبايا الصغار بالعمر؟ على فكره سالتيني سؤال كثير حلو، وكثير انا يعني بركز على هاي النقطه لما تجي اي زبونه. كثير بحب لبسها على ذوقي، مع انه انت بالنهايه زبونه بدك تلبسي اللي بدك اياه، بس انا بالنسبه لي بحب لبسها على شو اللي بيناسبها، ان كان مثل ما قلتي العمر، شو بيناسبها كعمر، ان كان حتى الجسم، رسمه الجسم، ان كان حتى اذا كانت بتقرب العروس، كشو بتقرب العروس، اختها، لا ما بدها تخالفها، لا اذا بدها تكون اختها لازم تكون كثير مميزه، لازم تلبس قطعه كثير حلوه وجديده. وفي شغله كثير حلوه، انه نحن عندنا بسوريا بنعتمد على القصات، يعني بنحب الخامه الثقيله القصات، يعني تكون فيها قصه القطعه،
لا هم بيحبوا الشك، بيحبوا التطريز والخرز والخرز. فلما تدمجي بين هدول الشغلتين بتطلع عندك كثير قصات حلوه. انا بتمنى لو كنا لو نقدر نعرض اصلا حتى شيء من الفساتين. في عندي فستان عملته حتى دمج الالوان، انك تطلعي لون جديد غير مثلا انا دمجت بين الجراي بلو، يعني جراي وبلو، فعمل لون جديد من بتحسي ما تعرفي بيربل، ما تعرفي هو جراي، ما تعرفي هو بلو. هاي الشغلات كلها ياتها بتأثر. مثل ما قلتي لازم كتير ضروري الوحده تلبس شيء يناسب عمرها، مش بس بالضروره على الموضه. يعني نحن عمرها وجسمها وثقافتها احيانا ايه؟ يعني لو جينا عندك انا ونوار ومنا رح نلاقي عندك بالاتليه مثلا لكل وحده شيء يناسب ذوقها ومثلا جسمها، لانه طبعا بتعرفي انه البنات احيانا ما بيتفقوا على الذوق الواحد بالرغم من انتشار موضه معينه. في بنات بضل عندهم تحفظات معينه انه لا انا لانه جسمي هيك بحب اروح للشيء مثلا الكلوش، ما بحب الشيء اللي على قد الجسم. قد ايه بتحاولي انك ترضي جميع الاذواق؟ هلا بهاي الحاله هلا مثلا انا بالكوليكشن اللي عملته مثلا انا عندي زبونه شاميه، انا لما بقول شاميه يعني بلاد الشام كلها كثير مثل ما قلت لك بيحبوا القصات، بيحبوا تطلع بطريقه ناعمه بس يكون في حركه بالقطعه، مو بالضروري يكون في خرز وتطريز و... لا. لا بيحبوا انه تكون القطعه فيها قصه معينه، قصه جديده. فهي انا عامله شيء يناسب الذوق الشامي مثلا. بيجيكي لعند الذوق الخليجي كثير ذوقهم حلو، كثير ذوقهم صعب على فكره لانه كثير مواكبين على الموضه. لانه سبحان الله بيقعد يعني اللي بيعيش بهي البلد دائما بيكون سباق بكل شيء، ان كان بالتكنولوجيا، صح، ان كان بالازياء، ان كان بكل شيء، اي شيء بيخطر على بالك حتى ببرامجهم. يعني نحن بنشوف القنوات اللي ضاربه هون هي اللي موجوده بالامارات. يعني صحيح انا يمكن توافقني الراي دعاء بما انها مواليد الامارات، احيانا كنا نلاقي فساتين بالديزاين الخليجي ولكن الجزء العلوي كان مستوحى من الجبه او البلوزه الجزائريه. يعني هون بالاكتاف، من هون بالاكتاف تلاقي انه في 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 ضخامه، في 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 تطريز من الاكتاف لنص الفستان. والله امجد شطور يعني ما شاء الله، عم طلع حلو على الموضه. مثل حفلات الحنه، في حفلة حنة تركية، في حفلة حنة مغربية، تجيني زبونة تقولي أنا بدي ألبس بحفلة الحنة تعولي قفطان، لا مش قفطان، بدي ألبس زي تركي. التركي كتير قريبة من القفطان بس مختلف تماما، يعني شفتي زي الحريم السلطان تماما، يعني كتير قريبة من القفطان بس هو مختلف كمان تماما، معتمد كتير على الأحجار الكبيرة. القفطان معتمد على التطريز وعلى الشك. الزي التركي لا فيه احجار كثير، معتمد على انه تنوع الاحجار وكبره، يعني بتلاقي احجار اي احلى. ايه وتحتاري على فكره، حتى انا يعني كان عندي زياره لتركيا من فتره قريبه، يعني لو فيني اخذ كل شيء شفته عن جد كثير هن عندهم يعني ذوق رفيع بموضوع الفساتين اللي فخمه اللي الملكيه، تحسيها ملكيه اكثر، يمكن لانها معتمده على الاحجار الكريمه. هلا القفطان فيه احجار بس معتمد مدخل ايه مدخل التطريز، مدخل الشك بطريقه معينه فمختلف، والقصه طبعا كمان بتختلف. وفي عندك كمان حنه هنديه، يعني حتى التوب الهندي حلو، يعني اذا انت ضفتي له. انا من عشاقه. انا مثلا كثير هلا الكوليكشن اللي هلا انا عم بعمله للعيد ان شاء الله يخلص على باذن الله على بكير، يعني عامله توب للعيد وداخل له قصه هنديه، يعني هاي الحركه اللي نازله من الكتف مثل الوشاح كده. ايوه مثل الوشاح، ان كان على بروكار، ان كان على البروكار الفرنسي كثير حلو بقصات العيد لانه خفيف كثير وبارد خاصه نحن بصيفيه. وفي عندك الشيفون. والله يا فاطمه انت اللي شوقتني اصلا عالم البنات جميل. لو بدنا ندخل نبدا نحكي فيه لبكره ما بنخلص. شوقتني فاطمه، شكرا كثير، انبسطنا واستمتعنا وحسينا بالوقت. سلام يا حبيبي، نورتينا، وان شاء الله اكيد بكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله. اكيد وزياره كمان نورتينا ان شاء الله طبعا قريبا جدا. اكيد اكيد. ايش رايكم نطلع نشرب قهوه شاي؟ يلا نرجع بريك. يلا.